ونشارك بقوة عشان احنا خلف القيادة السياسية ندعم المسيرة السياسية. الأخر الشريف دائما حريص على الاستقرار، حريص على الأمن والأمان، حريص على السلم والسلام على مستوى العالم بقيادة إمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد القيم. وقد جئنا تلبية للدعوة لنقول نعم لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة. ونتذكر سويا دور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجهود العظيم الذي يقوم به سيادته لتحقيق أمن واستقرار مصر الحبيبة ونموها وازدهارها. ويتمثل هذا المجهود في ثمار كثيرة تظهر في مجالات عديدة، ومنها على سبيل المثال إلى الحصر، أولا الناحية الأمنية، وتظهر مجهودات القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب ظهورا واضحا في الإنجاز الذي نعيشه الآن